كل الطيران في اليوناني يستخدم الاي اي اكس او الاي اكس اليوناني بعيدا عن المناطق المتنازع عليها مع تركيا. وفعلا وجدنا صحفا تعنون على الشكل التالي: الولايات المتحدة الأمريكية في تحدي جديد على الحدود الروسية الأوكرانية انطلاقا من درون أمريكي. نظهر لكم الصورة الآن. وفي هذا الهجوم الجديد استخدم الأمريكيون RQ-4A Global Hawk على الحدود الروسية. وفي الخارطة التي أمامكم تغير مسار الدرون الأول جنوب شرق والثاني على مسافة قصيرة من القرم كما تظهر في الخرائط. وهكذا جمع الأمريكيون كل المعلومات مع استخدام منظومات هيرماس في أوكرانيا. والدرونان استخدما الإي إكس اليوناني، لكن بعد ذلك وقع انتقال إلى التركي لحماية التدخل الأمريكي في المتوسط أم الـSEM، وأيضا في شمال نحو باتجاه مالطا في شمال أفريقيا. الدرجة 25 شرقا ميريديان قد استثمرت الإي إكس التركي انطلاقا من العملية الجارية، أولا لأن تركيا وانطلاقا من إسرائيل كانت RQ-4A Global Hawk. إذن الانطلاق كان من إسرائيل، وما دام الانطلاق كان من إسرائيل، الذين يقولون أن هناك تطبيع على كل صعد بين إسرائيل وبين تركيا، تصوروا على أن الانطلاق كان من إسرائيل. وفي هذه اللحظة تحديدا استخدمت، انظروا إلى الخارطة تماما، استخدم الإي إكس اليوناني كما هو ملحوظ، وفي ذهابه نحو المهمة كلها كانت اليونانية. لكن في العودة حدث شيء آخر بالتزام أمريكي بأن هذا الدرون ما دام منطلقا من إسرائيل فإن تركيا لا ترغب في استخدام الإي إكس التركي. لكن بعدها في العودة كما قلنا استعين بالأتراك من قاعدة أنجرلاك من أجل الحماية. كانت هناك ترتيبات أخرى باتجاه شمال أفريقيا مالطا، وأيضا باتجاهات أخرى استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الإي إكس التركي في شرق المتوسط. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. من إسرائيل كان انطلاق الدرون الأمريكي الاستراتيجي RQ-4 كما هو معلوم، كما تنظرون في الخارطة، كما نظرتم في الخارطة، وكان الاتجاه مباشرة إلى القرم، إلى الحدود الروسية الأوكرانية. كانت انطلاقة هائلة بالنسبة للقيادة الوسطى سينتكوم من إسرائيل. ماذا كان الأمر؟ هو أن تركيا ترفض استخدام الإي إكس في أي رحلة مواجهة. وهنا يحضرنا أنه بعد إتمام العملية مباشرة غيرت الولايات المتحدة الأمريكية الإي إكس اليوناني بالإي إكس من أنجرلاك في تركيا، لأن شرق المتوسط لا يمكن إلا أن يكون بشكل مبتعد جدا، ربما لأكثر من اعتبار تقني أو فني هذا ممكن. لكن على كل الأحوال فإن الاتجاه إلى مالطا والمرور عبر كريت وعبر هذه المنطقة على وجه التحديد احتمال ذلك. وأيضا بالنسبة لهذا النطاق، كل هذا النطاق استخدم فيه الإي إكس من أنجرلاك وهو يتجه مباشرة إلى هذه المنطقة. إذن الأتراك من جهاتهم ظهر أن رغبتهم في عدم استخدام الإي إكس للطيران المنطلق من إسرائيل هذا ثابت الآن، هذا لا يناقش الآن، هذا واضح، وكشفته الصحف اليونانية والروسية وخصوصا أفيا برو أيضا وغيرها. 19 جريدة كلها وموقع أشار إلى هذه النقطة على وجه التحديد. ولكن بالنسبة لحالة الطيران الموجه إلى مالطا إلى شمال أفريقيا كما يسميها الطيران هكذا بالحرف، سنجد على أن تركيا هي التي استخدمت هذا النطاق، نطاق أنجرلاك، من أجل الوصول إلى حماية مباشرة للدرون الأمريكي، لأن حالة إطلاق صعبة قام بها الروس في هذه اللحظات. وكان ضروريا جدا استخدام أمرين اثنين: أولا الأتراك عبر الأنجرلاك،
وقاعدة الانجرلاك، والأهم من كل ذلك هم البريطانيون في قبرص في اتجاه الإي إكس المتجهة إلى مالطا. كان هذا مهما للغاية بالنسبة للأمريكيين في هذه الاستخدامات على وجه التحديد، ولذلك فقد افتخر اليونانيون بتطبيق الولايات المتحدة الأمريكية لانطلاق أي طيران من إسرائيل إلى الإي إكس اليوناني. لكن ماذا حدث؟ هو أن اليونانيين هم الأقرب إلى الروس، وعندما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الإي إي إكس اليوناني، كان صعبا على اليونان تقبل المكالمة الهاتفية لشويغو، لأن هذا بمثابة قفزة غير مرغوب فيها من طرف روسيا، واليونانيون متخوفون من إثارة روسيا على وجه التحديد لأسباب كثيرة إلى غيرها. لذلك فاليونانيين فورا طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية استخدام البديل، يعني التركي. لذلك فالتخوف كان من أن أي صراع روسي أمريكي لن تكون اليونان جزءا منه، وبالتالي فإن الأتراك هم الذين حموا الدرون، لأنه في آخر المطاف كانت الرغبة الروسية في استخدام مباشر للحرب الإلكترونية لإسقاط الدرونين. هذا هو الشيء المؤكد، هذا ما تنقله طبكور أبيض برو غيرها، كل هذا ينقل هذا التفصيل، هذا التفصيل تنقله هذه المواقع. لذلك فما الذي حدث؟ هو إلغاء الأمريكيين الـ EEX أو الـ EEX اليوناني، والانتقال مباشرة إلى التركي الذي حمى الدرون الأمريكي في حال وصوله إلى شمال أفريقيا. سؤال مطروح أن لم يبقى حالة الطيران كما هو في مالطا فقط، بل التوجه المباشر إلى ليبيا ومن ثم إلى طيران دروني انطلاقا من إسرائيل وإلى تونس، هذه المنطقة التي كان يرغب فيها الأمريكي أن تكون بشكل مباشر عبر طيران منطلق من إسرائيل متجه إلى الحدود الأوكرانية الروسية، وبعد ذلك هناك درون آخر منطلق أيضا ويعمل على نفس المهام ومتجه نحو شمال أفريقيا، مالطا، تونس، للمراقبة والتجسس. هذا هو الواضح. لكن ماذا حدث؟ هو الرد الشديد لروسيا التي دفعت اليونان إلى التنازل عن استخدام الإي إكس اليوناني والانتقال إلى تركيا، وآنذاك اضطر الدرون يستخدم الإي إكس التركي، وأن يكون تحت حماية الأتراك إلى حدود ليبيا، وأن تلغى عملية تونس، لأن تونس للإشارة فقط هي الآن تحت مراقبة درونية للسينت كوم مباشرة من إسرائيل في عمليات قصوى. الأولى هي الحدود، هكذا الحدود الأوكرانية الروسية، والمسألة الثانية هي الحدود الليبية التونسية في نفس المقام. سينت كوم تواجه نفس المقام، رغم أن الواضح للغاية أن تونس تابعة لأفريقيا، لكن العمليات الخاصة هي متمايزة عن القيادتين. لذلك فهذه العملية انطلاقا من إسرائيل ولمراقبة تونس وتطوراتها والحدود الليبية التونسية انطلاقا هذه المرة من واشنطن وليس من تل أبيب، هي تحت الحماية المباشرة للدرونات الاستراتيجية الأمريكية. إذن شيء مؤكد الآن هو ضمان تركيا لتأمين عمليات مباشرة في البحر الأسود وعلى الحدود الروسية الأوكرانية انطلاقا من تركيا هذه المرة وليس من إسرائيل، لسحب البساط كليا تحت هذا البلد، وكي لا تتجسس مرة ثانية لا على تونس ولا على غيرها. وهذا يشكل نوعا من الزلزال الذي وقع في أجندة سينت كوم كما يظهر أمامكم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.